السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. معنا اليوم باساج من شركة الفولكسفاجن. سيارة العمر ديالها أكثر من 50 سنة، ما شاء الله 8 تاع الأجيال. أول جيل كان في 72، الجيل الثاني في 81، الجيل الثالث والرابع في 88، الجيل الخامس في جوج تاع الفئات في 96 و2000، الجيل السادس في 2005، والجيل السابع في 2010. معنا الجيل الثامن اللي خرج في 2015 وخدا جائزة سيارة السنة، ومعنا فيه الفيس ليفت 2020، احنا في 2021. نتمنى من الله تكونوا بخير. غادي نشوفوا الموتوريزاسيون ديالها، جميع الفئات اللي فيها، جميع لي زوبسيون والتكنولوجيا والتحديثات اللي فيها والمواصفات، كذلك البري ديالها. بقاو معايا. اجي نكتشفوا الموتوريزاسيون ديالها، نبداو بها ان شاء الله. فضلا الخوت وليس امرا، تخليو لي لايك سبسكرايب، شكرا بزاف للتقييم ديالكم للفيديو. ببساطه الخوت كتجي موتوريزاسيون ما شاء الله قويه، موتوريزاسيون تاعو اللي درت دي اي. سيلندري ديالها الفوليم 1968 سنتيمتر كوب، بود فيتيس دي اس جي 6 تاع لي رابور، بويسونس فيسكا 8 تاع لي شوفو، بويسونس ماكسي ديالها بلا شوفودين، و الار بي ام ديالها 177 شوفو اللي كدير 3600 حتى 4000 تور بار مينوت. الكوبل ديالها كيوصل 350 نيوتن متر اللي كيدير في الار بي ام ديالو 1500 حتى 3500 تور بار مينوت. الفيتاس ماكسي ديالها 235 كيلومتر بار اور. الكونسوماسيون ميكس ديالها 5.3 لتر في كل 100 كيلومتر. الكاباسيتي تاع الريزيرفوار 66 اترو فيها التيربوار. الخوت ما شاء الله طوموبيله موتوريزاسيون قويه، كذلك فيها جميع المواصفات اللي تخليها في تنافسيه كبيره مع الاودي اسيس. اهم المواصفات باش كتخرج الباسات من لافاز ديالها، لي بروجيكتور اليماج اوتوماتيك فول ليد، كتجيب تقنيه الماتريكس في الفول اوبشن، كالندر كرومي كيف ما كتشوفوا كبيره. كذلك عندك الكابو ديالها فيه لايروديناميك اللي كيعطي الطوموبيله لا فيكسيبيليتي في الطريق. البارشوك ديالها كيجي كرومي في الفئه العامرة من القدام ومن اللور، فيها لي غطاء من القدام ومن اللور كذلك. هذا بلان زوين الخوت. الطوموبيله من البروفيل ديالها عندك لي جون تاع 17، عندك البواني تيتحل ليبر في الفئه العامرة، لي فيتر كرومي كذلك، لي روتروفيزور غابطه بالالكتريك فيهم سيل ليمينوز اللي كيجي هاد الباكت روتروفيزور كامل في الفئه العامرة. الطوموبيله من الخلف بامكانك تيري الكوفر ديالها من الباب تاع الكونديكتور، الكوفر ديالها اللي كبير ما شاء الله اللي كيهز 585 اترو، زائد عندك مساحه تخزين اضافيه حيث عندك الكراسي الخلفيه اليه اللي بوكي طاغيه غابطه باش تزيد في المساحه تاع التخزين، زائد فيها الاضاءه. هذا بلان زوين ككوفر كمساحه تخزين. عندك السياره من الخلف فيها المونوغرام تاع الباسات، اللوغو ديالها جا بيانو بلاك لي زوين، لي بروجيكتور اغيير جاو انتيغري في الكوفر وفيهم وجاو فيهم الفو اغيير الي جات فيهم تقنيه الليد. بارشوك من اللوراني عندك دوبل فلوكس ديشابمون فيك تيكونوا كرومي في الفئه العامره فيك، اما سيستم ديكزوست ريال تيكون لايك ما بينش بحال هكذا هيد. وما شاء الله طوموبيله فيها لي غطاء من اللور ومن القدام، زائد الكاميرا دريكول من ناحيه السيكوريتي. هادو اهم المواصفات الشكل الخارجي تاع الباسات من القدام، من القدام بروفيل ومن اللور. اجي نشوفوها من الداخل ديالها. كي تحل الباب ليبر ما ليبر، عندك البواني كيف ما كتشوفوا كرومي، هنايا انسير ديكوراتيف كيف ما كتشوفوا، سيستم سونوريزاسيون، كذلك لي فيتر الكتريك، كومونت على روتروفيزور، مساحه تخزين، زائد بامكانك تيري الكوفر من سميتو سيستم سونوريزاسيون. لي سيلغي ديالها كيجيو فونكسيون ميموار في الفول اوبشن في العامره، هنايا لونتري دكام ريغلابل مانيولمون، وفيهم ديك السيبوره تاع اللومبير. هذا الكرسي تيبان كونفور بزاف حتى في الجلسه ديالو كونفور. باش نشوفو الطوموبيله اهم المميزات اللي فيها، الفولون ريغلابل افون اي بروفوندور، ملتي فونكسيون، جا 3 برونش في ليميتور ريغلاتور دو فيتيس، كوموند توتال في ستريمين اللي عندك، كذلك وفي الانترفاس ملتي ميديا. كيف ما كتشوفوا ليكرون هنايا تاكسيل تاع 8 بوس 8 بوس، ملتي فونكسيون ادابتابل مع الايفون والاندرويد والميرور لينك. كذلك فيها تشوف فيها ليطا دو موتور، ليطا لي مود درايف، ليطا ديال
البنو وكذا داكشي كامل. زائد بامكانك تشوف يعني الملتي ميديا الميوزيك كامل هذا البلان هذايا وسط الطوموبيل. ما شاء الله عجبني الكونسول سنترال ديالها اللي كاين عندك هنايا كليماتيزاسيون اوتوماتيك بيزون هنايا ستوب ستارت ايكو ديماراج سون كلي بوات فيتاس تي اس جي فرام الكتريك زائد مساحه تخزين كوب هولدر اكودوا سنترال فيه بورت يو اس بي تايب سي. ما شاء الله الابيتاكل ديالها البوطاغون هنايا تجي اكليغي كذلك فيها الاضاءه مساحه تخزين اضافيه زوينه وسط الطوموبيل. سيستيم سونوريزاسيون ما شاء الله هنايا الريتروفيزور انتيريور تيجي جوري نوي يعني الطوموبيل ما شاء الله دي زوبسيون من الداخل يعني اكتويل وداكشي يعني التنافسيه كبيره مع الاودي اسيس اهم المنافسين ديال الباسات في الفئه ديالها. الطوموبيل من الخلف هنايا في هذه لونطري دكام اللي معنا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا نفس الماتير يعني الطوموبيل كتمثل الكونفور يعني راحه في الفئه ديالها. لي بونكيت اغيير جاوا هنايا اون تيسو فيهم لي زوفيكس من اجل تثبيت الكرسي تاع الاطفال والسلامه ديالهم. كليماتيزاسيون هنايا بورتال اوكسيليير الا لاحظتوا معايا الطوموبيله راها واسعه وكبيره ما شاء الله فيها لاكود وسونترال حتى في اللور من اجل كيف ما قلنا ديجا لو كونفور تاع لي باساجي ولو كونديكتور تيجلس. انا غير ما شاء الله حجم كبير طويل ومازال وعاليه جالس مرتاح لا في الوسط لا في الجنب كذلك ولكن المهم جالس كونفور غير هو لو بون تاع ترانسميسيون ان شاء الله ما يديرونجيش حتى شي واحد حاشاكم بعدا. اجي نشوفوا اهم حاجه هي البري ديالها واللي الطريف باش كتخرج والفئات باش كتخرج. كتخرج بثلاثه تاع الفئات في المغرب بتراند بلس والكونفور والهاي لاين. غادي نشوفوا دابا لي بري ديالهم. باسات بي 2021 كتخرج في ثلاثه تاع الفئات تراند كدير 34 مليون و500 الكونفور كدير 36 مليون والهاي كدير 40 مليون. هاد لي بري خلاص اور فري ماتريكولاسيون زائد لي بانتور ميتاليزي فاكيد ما عليكم الا تنيغوسيو مع الكليان مع الكوميرسيال كذلك تحاولوا تستافدوا من لي روميز اللي كاينين وتستافدوا من لي فاسيليتي اللي كاينين. ان فوا خديتوها كريدي حاولوا ما يمكن تاخذوا دي كريدي اللي يكونوا ما قاصحينش. فنتمنى لاي واحد فيكم ان شاء الله وشكرا بزاف على الدعم ديالكم لله مشروط وشكرا بزاف على لي فيدباك بوزيتيف فيدباك اللي كتعطيو ونتمنى ان شاء الله نكونوا موافقين في هذا التقديم تاع هذه الفيديوهات بهذا من هذا النوع هذا في هذا الكونتنت هذا. شكرا بزاف.